السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هقدم لكم اير فراير رافيل. اير فراير رافيل معاها 10 هدايا، بيبقى معاها ضمان 3 سنين على الجهاز بالكامل و5 سنين على الحلل الداخليه. في ناس كانت بتسال وبتقول الكراتين بتيجي مفتوحه من الشحن، لا الكراتين بتيجي مقفوله زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتكون كمان متغلفه من بره تغليف كويس جدا علشان برضو نحافظ عليها في الشحن. بيكون معاكم فوق هنا دي بوليصه الشحن، بنشيل الشحن هنا بقى بأي إبرة أو مقص أو أي حاجة بنفتحها كده. تمام، أنا هفتحها وارجع لكم تاني علشان بس ما اطولش الفيديو. بصوا بقى، احنا بنفتح الكرتونة كده بنلاقي فيها من جوه أول حاجة نسمي الله، هنلاقي فوق دي الفاتورة. الفاتورة بتجيلنا مختومة بختم الشركة زي ما احنا شايفين كده، اوريها لكم بضمان رافيل كده. تمام، طبعا خدمة ما بعد البيع متوفرة، يعني بصوا الارقام اصلا كمان مكتوبة هنا بره، دي ارقام خدمة ما بعد البيع فوق اهي الرقمين دول، بتبعتولهم على الواتس على اي مشكلة عندنا في خلال اول سنة في اي جهاز من منتجات رافيل بتتبدل حضراتكم مجاني من غير ما تدفعوا اي فلوس. تمام كده، هنا بقى التفاصيل بتاعت الاير فراير، هي 1450 واط، بتكون 5 لتر، ومدة اعلى درجة حرارة فيها درجة 200. تمام، هو هنفتحها بقى ونشوف من جوه المكونات بتاعتها ايه. الناس طبعا اللي بتسأل على الهدايا، الهدايا بتكون موجودة مع كل الاير فراير، هي نازلة عليها العرض ده، والهدايا كلها بتكون موجودة. طبعا مش هنطول في موضوع الهدايا، انا لسه بفتحها معاكم زي ما انتم شايفين اهو. كل الهدايا دي طبعا شفتوها في كل الفيديوهات، فانا مش هطول معاكم علشان بس الفيديو ما يطولش معانا. انا هوريكم بس شكل الهدايا. الهدايا دي بتيجي في كل الاجهزه، ده بخاخ الزيت اهو شايفين شكله اهو، ودي ورق الزبده، وكل الحاجات بتاعتها موجوده. تمام، مش عايزين بقى نطول، هنشوف بقى بقيه الحاجات اللي جوه. معانا هنا كتاب الوصفات. تمام، هفتحه بس واقول لكم هو في ايه من جوه. اهو ده كتاب الوصفات، نشوف بقى من جوه فيه ايه. كده ده سمك فيليه، دي تعليمات طبعا ازاي ننضف القلايه عشان في ناس كتير بتسال على الموضوع ده، وهنبقى ان شاء الله نعمل حلقه للكتاب لوحده. سمك فيليه، سمك بلطي، دي السمك طبعا اللي موجود في كل بيت. تمام، وشاورما ولحم وفراخ مشويه وفراخ مقليه واصابع سمك وجمبري، كل الوصفات اللي هتحتاجوها هتلاقوها بامر الله. وكمان في هنا تحت ورا هنا كمان في معجنات. تمام، هنا بقى الدليل بتاع الاستخدام موجود معانا عربي علشان برضو نعرف ان احنا نعمل ايه بالظبط، وفي كل مكونات الاير فراير من جوه. تمام كده، وده الضمان بتاعنا اهو، الضمان بيبدا معانا من تاريخ الفاتوره. تمام، الفاتوره طبعا جايه مختومه، هنحتفظ بالضمان وهنحتفظ بالورقه دي بالدليل ده عشان هو فيه الضمان. تمام، من جوه بقى انا هفتح من جوه علشان برضو مطولش عليكم. اهو الاير فراير، ثواني هطلعها وارجع تاني. كده معانا الاير فراير بقى نفسها اهو. الناس اللي خايفه ان هي تكون اشعه زي الميكرويف، لا، هي من جوه السخان من فوق في مروحه، دي المروحه بتلف اهي ومن هنا سخان. دي بتعمل بتشتغل عن طريق ايه؟ ان السخان ده بيسخن الاير فراير، والمروحه هنا بتوزع الحراره، نفس فكره الفرن بالظبط. تمام، الحله الداخليه بقى اهي الضمان بتاعها 5 سنين. تمام، 5 سنين على الحله اهو. تمام كده، دي كده الحله اللي هي الداخليه. تمام، معانا بقى الحله اللي هي الخارجيه اهي، دي لو معانا مثلا كميه اكل اكبر، هي ما شاء الله حجمها كبير جدا جدا. انا كمان هقيسها لكم بالمزوره علشان في ناس بتبقى عايزه تعرف ابعاد الحله ايه، وبيسالوني كتير. اهو معانا المزوره اهو، هي قطر الدايرة بتاعها 24. تمام، 24 في ارتفاع، الارتفاع بتاعها 12 بالظبط. تمام كده، علشان برضو الناس اللي عايزة تعرف، دي بتاخد معانا فرخة مثلا 2 كيلو، ممكن كمان تاخد اكتر، هي ما شاء الله حجمها كبير جدا، انا كنت اصلا متخيلة ان هي هتكون اصغر من كده على الطبيعة. تمام، وده بنعمله ازاي؟ بنخلع الايد كده، بنضغط على دي كده ونخلع الايد. احنا معانا 2 يد،
بصوا علشان بيبقى في تنوع برضو، في يد سمرة وفي يد بتكون مثلا اللون ده، ده لون روز جولد، او ممكن تكون مثلا سيلفر. الايد دي مفيش فيها مشكله بتتبدل. بصوا احنا دي عشان الامان، بنرفع دي كده وبنضغط هنا علشان اليد تتخلع معانا. بنروح اطلعي بقى يا ستي ما تفضحيناش. طب معلش بس انا هوقف عم اخرج الايد علشان وقت الفيديو. تقريبا الله اعلم ان الايد ما تتخلعش. احنا بنخلق اللي بره علشان نحط دي هنا كده، تمام؟ بنعمل كده، بنعمل دي كده. معلش انا اول مره استخدمها معاكم على فكره يعني، بس علشان في ناس كتير بتسالني. بصوا بقى دي الاخرام دي بتنزل الزيوت الزياده تحت، تمام؟ دي بقى لو احنا عايزين نستخدم الحاله الخارجيه بس، هنشيل ديت عادي زي ما حطيناها، تمام؟ ونشيلها خالص، نخلع الايد الحاله اللي هي الداخليه ونحط بس اللي هي الخارجيه بره، تمام كده؟ بس هنعمل ايه بقى هنا؟ بندخل دي، بتبقى جامده شويه واحنا بندخل، علشان برده في ناس برده بتسال على الحته دي ان هي ما بتبقاش بتدخل بسهوله، تمام؟ هي لازم بتكون كده علشان يعني احنا بندخل اهي، بنضغط شويه علشان تدخل، علشان تبقى محكمه من كل الجوانب، فاهمين؟ اهو تمام كده. هي طول ما هي بره الحاله بتاعتها بره مش بتشتغل، اول ما بنوصلها للكهرباء بنحط ديت بتشتغل معانا على طول. انا هوصلها للكهرباء واوريكم اهو. احنا هنا حطينا الكهرباء الفيشه، عشان في ناس بتشغل الفيشه وتلاقيها ما بتشتغلش معاهم هنا بتنور على طول، فبيفكروا ان هي كده بايظه. لا احنا بصوا بندخل زي ما اتفقنا، بنحكم بنضغط بس سنه علشان تقفل معانا، تمام كده؟ تمام، هنقفل دي علشان الامان. اهي بصوا ما قفلتش، ما اشتغلتش عشان الحته دي مش مقفوله حلو. اهي بنحكم القفل، نسمع تكه الامان كده، اشتغلت تمام معانا. هنا بقى معانا فوق البرامج بتاعتنا، بنختار البرنامج اللي احنا عايزينه. هي برامج بتاعتها ازاي بقى؟ اهو بنضغط هنا من الزرار الكبير هنا ونختار. انا مش عارفه بنختار ازاي، احنا هنجرب مع بعض بقى. هي كده شغاله وخلاص، بس شغاله على انهي برنامج انا مش عارفه، فانا هشوف معاكم. ايوه تمام كده، تمام. البرامج بتظهر لنا هنا، احنا بنطلع بقى. شوفوا البرنامج اللي احنا عايزينه بنختاره. بنختار ازاي يا جماعه؟ هي كده درجه حراره 200 على دي، تمام كده 10 دقايق. لا الموضوع كده محتاج تكتيك. هنا بنزود درجة الحرارة، ده لو احنا هنشتغلها يدوي على ايدينا، تمام؟ ادينا بنجرب مع بعض. انتوا وراكوا حاجة؟ انا موريش حاجة، انا فاضية لكم النهاردة. كده بنزود درجة الحرارة، كده بنقلل درجة الحرارة. انزلي يا ست ما تفضحيناش قدام الناس بقى. ده هنا اللي بنقلل وبنزود. في لا في كده في لخبطة، معلش ثواني انا هقفل الفيديو على ما اشوف التشغيل وارجع لكم تاني.